مسلسل عبد الغفور البرهان علامة كبيرة في تاريخ الأستاذ محمد رياض. عايزين نتكلم شوية عن كواليس المسلسل ده. والله كواليسه كانت من الكواليس الرائعة. يعني احنا كنا أسرة تقريبا، يعني بكل ما تحمله الكلمة من معنى. يعني كان الأستاذ نور رحمة الله عليه، وعبلة، وحنان ترك، ومنال سلامة، ونهد رشدي، وأنا، وكان المجموعة كلها، البيت بتاع عبد الغفور برعي ده، عشان كنا بنصور يوميا مع بعض. فكنا تقريبا قاعدين، كان قاعد في بيت عبلة الله مساها بالخير، كانت بتعمل لنا أكل كتير وتجيب لنا أكل وناكل وكده. ايه اهم الاكلات اللي كانت بتقدمها؟ هي كانت بتحب قوي، هي كانت عظيمة، كانت بتعمل لنا مسقعة كانت رهيبة بصراحة، يعني من أجمل المسقعات اللي الواحد كلها. كانت بتعمل لنا كده حاجات كتيرة غير المسقعة طبعا، بتعمل لنا حاجات تانية كتير يعني، بس طبعا. هي كانت بتحب مسقعة قوي منها يعني. كانت على طول يعني كل أسبوع تقريبا تجيب لنا، ونقعد في البلاتو وناكل. طبعا الأستاذ نور ما كانش بياكل معانا. ليه بقى؟ أستاذ نور كان في حاجة غريبة يعني، مش غريبة، هو كان السيستم وكده، وما كانش ياكل في التصوير قوي يعني. تلاقيه مثلا معاه بقسماطتين كده وحته جبنه بتاع، ما كانش يقدر ياكل يعني. بيقول لك لما الواحد بياكل يعني بيتقل كده ده وبتاع. شبه سيستم لراقص الباليه. ممكن هو كان يعني، هو ما كانش ياكل معانا، لكن كان هو ياكل على طول جبنه، وكان بقسماطه كده وحاجات كده. تمام. المداح من عبد الغفور البرعي للمداح، من شخص لن أعيش في جلباب أبي إلى المخاوي الجن إلى العفريت والجو الأسطوري ده، النقلة دي في حياة محمد رياض بتشوفها إزاي؟ والله التطور الطبيعي بتاع الفنان يعني، والتطور كمان، الخبرات الطويلة الواحد اكتسبها على مدار يمكن أكتر من 25 سنة، خلتني أقدر أعمل المداح. هايم في المداح مش سهل، شخصية يعني ملامحها مش واضحة قوي يعني. أنا قعدت مع الأستاذ أحمد سمير فرج، اتكلمنا كتير أنا وهو على الشخصية. يعني شخصية شيطان ومش شيطان، شخصية غريبة، حتى البيت بتاعها غريب، ملوش أهل، ملوش زوجة، ملوش أولاد، ملوش أصدقاء، ملوش حاجة خالص، زرع شيطاني كده يعني. فكان تركيبة الشخصية غريبة، ولغاية قبل التصوير يمكن بيومين ثلاثة ما كنتش عارف أمسك الشخصية قوي، لغاية الحمد لله ما قدرت بقى يعني. بعد أول يوم كده كنت خلاص قفشت الشخصية. قفشت الشخصية بتاعتي. هو عينه زجاجية قوي، ما عندوش مشاعر خالص، لا يحمل مشاعر،